إذن الماتريكس الأخيرة راح نطلع عليها هي OC Output Controllability. Output Controllability تتكون هلا هاي إيش راح يكون فيها؟ شو تتوقع يكون في Output Controllability؟ عندي علاقة بين الانبوت انبوت والاوتبوت اوتبوت راح يكون فيها دي وايش كمان وسي وبي راح يكونوا كلهم موجودين فيها لانه كلهم ذي كون كونتريبيوت. انا بدي اي شيء بعمل كونتريبيوشن ما بين الانبوت والاوتبوت دي بعمل كونتريبيوشن بس كمان بي وسي بعملوا كونتريبيوشن فكلهم راح يكونوا موجودين فيها. فعندي هلا هون سي بي سي اي بي سي اي سكوير بي وبتلاحظوا اذا شلت السي هاي شو بتشبه؟ هون هاي هاي البي هاي الاي بي هاي الاي سكوير بي ضربناهم كلهم بسي بس لسه ناقص عندي فهدول على فكره ان وهادي واحد فراح يصيروا هدول n plus 1. خلينا نطلع على c في b ايش راح تعطيني. عندي c كانت m في n وراح اضربها في m راح تعطيني m في r وهدول راح يصيروا m هون عندي m هون عندي r R في N رح تعطيني N R بس إيش بجمع لها؟ فهاي رح تصير عندي M في N plus 1 D ما هي D كانت إيش عندي؟ M في R مش هيك؟ طبعا إذا كان الانبوت واحد والاوتبوت واحد شو رح تصير عندي؟ رح تصير هذه 1 by 1 مظبوط؟ رح تصير 1 في N plus 1 هلا بدنا الرانك يكون هون، ايش الرانك بيقدر يكون هون اعلى شيء؟ الرانك لازم يكون M حتى يكون عندي output controllability.